مرحبا في قناتكم كانت روزا تشانل وفيديو جديد عن ايتاش ششماز وجيمرا بايسال. وقبل ما نبدا حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس اشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه، اعملوا فولو على انستغرام، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقنوات التانيه، هسيب لكم لينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده هكلمكم عن الممثل ايتاش ششماز والممثله جيمرا بايسال، ابطال مسلسل لعبه الحظ، ولا هما في علاقه حب بجد ولا ترويج للمسلسل. جمعت لكم اكتر من دليل، خلينا نتكلم فيهم سوا، وفي نهاية الفيديو اقول لكم رأيي الشخصي، هل ده قصة حب بجد ولا ترويج للمسلسل. كمل الفيديو للآخر. الدليل الاول هناخده من الصور الموجودة على الانستجرام، من اول صور حطوها ايتاش وجيمرا على الانستجرام لاخر صور. الصور دي هنلاقي ان هاشتاج اسم جيمرا بايسال موجود على شكلها، وكان الموضوع عادي جدا زي اي هاشتاج شخص بيعمله الاخر. وبالنسبة للصور اللي عند جيمرا زي ما انتوا شايفين ايضا بنفس الطريقة، الاسم والهاشتاج موجودين على ايتاش كصورة عادية جدا ما بين اصدقاء. التويست بقى هنا بيجي امتى؟ زي ما شايفين في الصورتين عند ايتاش وعند جيمرا، يوم 30 اغسطس الاتنين نزلوا صورتين مكتوب عليها ايكي، يعني الجايد ان انت موجود، وايتاش عمل هاشتاج اسمها عند راسه وهي محطتش هاشتاج اصلا، بس كتبت ايضا ايكي يعني من الجايد ان انت موجود ايتاش ششماز. وبعد كده بقينا نشوف صور ايتاش وجيمرا وهم حاطين الايموجي اسمهم، ايتاش بيحط هاشتاج جيمرا عند راسه وجيمرا بتحط هاشتاج اسم ايتاش عند عينيها زي ما انتوا شايفين في الصور. بعد كده بنشوفهم موجودين مع بعض في اكتر من مكان، زي الصورة دي ايتاش نزلها كان هو واخوه الصغير، وكانت في الخلفية بنت ظهرت في المراية، ما كانش حد عارف هي مين، وكانت اكنها بتحاول تخفي نفسها. وايتاش لاحظ الصورة دي بسرعة ومسحها ونزل الصورة تاني مع اخوه وهو قاصص الصورة. المتابعين قالت ان هي ممكن تكون جيمرا، لان بعد كده راحوا على برنامج عشان يسجلوا فيه ويجاوبوا على اسئلة، وكانوا الاتنين لابسين نفس الملابس اللي ظهرت في الصورة. جيمرا كانت لابسة اسود وايتاش كان لابس ابيض، فده كان اول شك من المتابعين ان هما ممكن يكونوا مع بعض. وبعد كده ظهر الفيديو ده من مكان مصفف شعر جيمرا اللي بتروح له على طول، وكان موجود معاها والدة ايتاش، بس صورتهم ما كانتش واضحة قوي، لكن طبعا لما قعدت اركز في الصورة لقيت في اكتر من دليل ان هي والدة ايتاش، شكلها ومظهرها هو تقريبا، يعني التعارف بقى قوي قوي ما بين العيلتين. غير كده كمان اسماعيل وزوجته اخو ايتاش ضاف جيمرا عنده على الانستجرام، واخو جيمرا ضاف ايتاش، يعني بقى في علاقة كده قوية ما بينهم هما الاتنين. والدليل التالت، الصحافة لقطت ايتاش وجيمرا هما خارجين سوا من مطعم وكانوا لوحدهم ومعهمش اي حد تاني، والصحافة قالت لهم تهانينا لكم او مبروك، وايتاش قال شكرا يعني ما نفاش كلام الصحافة، وركبوا الاتنين سيارة ايتاش ومشيوا. يعني مش كل شخص ركب سيارة منفصل عن التاني، فده يزيد شكوكنا ان هما فعلا ممكن يكونوا في علاقة حب. وبعد فيديو الصحافة ده المتابعين شدت هجوم قوي قوي على جيمرا، وقالت لها انها تخلت عن علاقة هي وحبيبها كانوا مرتبطين مع بعض لمدة 5 سنين عشان ايتاش ششماز، وكانت في معركة قوية قوي على تويتر بسبب الموضوع ده، لغاية ما متابعين جيمرا بايسال اللي بيحبوها بجد عملوا هاشتاج على تويتر وقالوا نحبك يا جيمرا، وايتاش شارك في الهاشتاج ده على تويتر وكتب جيمرا اولي جيمرا نحبك جيمرا، الحبيب اللي بيدافع عن حبيبته. والدليل الاخير معانا في الفيديو، مؤخرا راحوا مع بعض حفلة انطلاق الفيديو الخاص بالقناة العارضه للمسلسل، وكانوا شكلهم حلو قوي. غير كده ايتاش كان بيغني على المسرح، وقد ايه جيمرا كانت متفاعله معاه زي ما انتم شايفين في الصور. وايضا وقت المقابله ما كانوش مركزين مع الصحافه زي ما كانوا مركزين في عينين بعض هما بيتكلموا مع بعض. وينزلوا الصور دي على حساباتهم في الانستجرام، ايتاش حط هاشتاج اسم جيمرا عند راسه، وجيمرا حطت هاشتاج اسم ايتاش عند عينيها. والفيديو ده كان من مقابلتهم مع مجلة عالم، وزي ما انتم شايفين ما كانوش مركزين مع الكاميرا اللي بتصورهم زي ما كانوا مركزين ان هما يبصوا لبعض وهما بيتصوروا. دي كل الدلائل اللي كانت معايا في الفيديو
الصراحة انا احترت ومبقتش فاهمة هل ده ترويج ولا هل ده قصة حب بجد. يعني انا من بداية الفيديو كنت هقول ان ده ترويج للمسلسل، وما زلت عندي شك ان ده ترويج للمسلسل مش قصة حب حقيقية، لكن بعد ما قلت الدلائل معاكم حسيت اكتر ان انا بميل ان هما ممكن يكونوا فعلا في علاقة حب حقيقية، لكن لسه في بدايتها. يعني كانوا بيعملوا كده كترويج للمسلسل، لكن الترويج ده قلب بقصة حب حقيقية. عموما الدلائل معاكم، اكتبيلي في التعليقات رأيكم، وهل هما بيحبوا بعض بجد ولا ده ترويج للمسلسل. وننتظر في المستقبل نشوف اللي ممكن يحصل، وان شاء الله نجمع دلائل تاني. بس كده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا رأيكم في الكومنتات. لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. متنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.